بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد القاسم بن علي الحريري رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: باب ظننت وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلاك لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تفعل في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. فيقول في شرحه: قد ذكرنا أن أفعال الشك واليقين تتعدى إلى مفعولين فتنصبهما جميعا. وتلك الأفعال سبعة، عندنا سبعة أفعال لا تكتفي بنصب مفعول واحد. يعني يقول الفعل المتعدي منه ما ينصب مفعولا واحدا مثل سقى ويشرب. تقول سقى، نعم، فمثلا سقيته ماء، مثلا شربت، تقول مثلا ايه، شربت لبنا او ماء، وهكذا يعني. لكن هناك سبعة أفعال يقال لها أفعال الشك واليقين تتعدى إلى مفعولين فتنصبهما جميعا. وتلك الأفعال سبعة: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ووجدت ورأيت وعلمت. الأربعة الأولى يقال لها أفعال الشك. الأربعة الأولى يقال لها أفعال الشك، اللي هي إيه؟ ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ويقال لها أيضا الرجحان، يعني أحيانا يقال لها الشك، وأحيانا يقال لها الرجحان. هو الفرق يعني في المعنى، أن الشك هو الإيه؟ الظن المستوي الطرفين، والرجحان يعني يكون الظن يعني أرجح في، يكون يعني احتمال الحصول أرجح. فيقال لها أفعال الشك اللي هي إيه؟ ظن وحسب وخال وزعم. ظن وحسب وخال وزعم، هنا أسندها إلى فاعلها يعني، فيقول ظننت وحسبت وخلت وزعمت. وأما أفعال اليقين التي تفيد اليقين، أي الجزم بالشيء واعتقاده اعتقادا جازما يعني، أو العلم به علما جازما يعني، تفيد الجزم بالشيء والعلم به علما جازما، فهي وجدت ورأيت وعلمت. وجدت ورأيت وعلمت. قال: فهذه الأفعال السبعة وما يتصرف منها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. هذه الأفعال السبعة وما يتصرف منها، يعني ظن، يظن ونحو ذلك، فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. يعني هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هناك أفعالا أخرى تنصب مفعولين أيضا لكن لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. أما هذه الأفعال، أفعال الشك واليقين، فهي تتميز بكونها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني لو أخذت المفعول الأول لظن والمفعول الثاني لظن وكونت منهما جملة لوجدتها جملة مفيدة فيها مبتدأ وخبر. واضح؟ كقولك ظننت زيدا خارجا، فأصل الجملة المبتدأ والخبر زيد خارج، زيد مبتدأ وخارج خبر، فأدخلت عليها ظن مع فاعلها، ظن مع فاعلها. تقول ظننت، فهذه الفعل ظن مع الفاعل الذي هو التاء، وبعدين المبتدأ اللي هو زيد يصبح ايه؟ مفعولا اول، وخارجا يصبح مفعولا ثانيا. وحسبت السعر رخيصا، فكان اصل الجملة السعر رخيص مبتدأ وخبر، فادخلت عليها حسب مع فاعلها فقلت حسبت السعر رخيصا.
قال: ولا يجوز أن تقتصر على أحد المفعولين فتقول حسبت السعر ولا ظننت زيدا، لأن الاقتصار على أحد المفعولين يصبح كأنك اقتصرت على المبتدأ بدون الإيه، بدون الخبر، والجملة لا تتم بمبتدأ بغير خبره. فمفعول يعني مفعول ظن وأخواتها أصلهما المبتدأ والخبر، فلا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين إلا في حالات سيأتي ذكرها، هناك استثناءات من هذا سيأتي ذكرها بعد قليل. قال: ولا يجوز أن تقتصر على أحد المفعولين فتقول حسبت السعر ولا ظننت زيدا، ولكن هنا الاستثناءات، يجوز أن تقيم أن المفتوحة المخففة، أن تقيم أن المفتوحة المخففة مع الفعل مقام المفعولين فتقول ظننت أن يخرج زيد. فإذا هنا عندنا يعني في هذا الاستعمال تقول ظننت أن يخرج زيد. نعم بالفتح أن يخرج، صح؟ نعم نعم. هو هنا يعني بالرفع. بالرفع نعم. ظننت أن يخرج زيد. نعم. لأنه تفسيرية يعني. ظننت أن يخرج زيد. ظننت أن يخرج زيد. نعم. هكذا. وكذلك يجوز أن تقيم لفظة ذاك وذلك مقام المفعولين. كذلك يجوز أن تقيم لفظة ذاك وذلك مقام المفعولين كقولك ظننت ذاك وحسبت ذلك. ظننت أن يخرج زيد، فهنا إيه؟ يعني أن المفتوحة المخففة دخلت على يعني هي وما بعدها أصبحت إيه؟ قائمة مقام المفعولين. وكذلك لفظة ذاك وذلك، وهذه من أسماء الإشارة، فإنها أيضا تقوم مقام المفعولين. يعني مثلا يقول إيه زيد قائم فتقول ظننت ذاك، فهي ذاك هنا يعني تقوم مقام المفعولين، أو ظننت ذلك فتقول ظنن كقولك ظننت ذاك وحسبت ذلك. قال: وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون المفعول الثاني لظننت وأخواتها. كل ما يجوز أن يكون خبرا للمبتدأ يجوز أن يكون مفعولا ثانيا لظن، لأن هي أصل المفعول الثاني لظن هو في الأصل كان إيه؟ كان خبرا، لكن أيضا إيه؟ استثنى استثناء. قال: إلا أنه متى كان ظرفا انتصب على الظرفية لا لأنه مفعول ظننت الثاني. يعني هناك استثناء، وهو أنه يجوز أن يجيء الخبر ظرفا، يعني في إذا بدون ظن تقول مثلا إيه الصوم غدا، فهذا الظرف يعرب خبرا، يعرب خبرا. مر بنا أن الخبر يكون مفردا وجملة وشبه جملة، اللي هي الظرف والجار والمجرور. فالظرف يجوز أن يجيء خبرا للمبتدأ، لكن يقول إذا أدخلت يعني ظن على جملة كان خبرها ظرفا، فهنا لا نقول إن الخبر قد صار إيه مفعولا ثانيا لظن، لا، نقول ظننت الصوم غدا، يبقى ظن فعل ماض والتاء فاعل والصوم مفعول به وغدا ظرف منصوب. هنا يقول يعني المؤلف لا تعربه مفعولا ثانيا لظن في هذه الحالة، يكفي أن تقول منصوب على الظرفية وفقط. وظننت زيدا عندك، فتنصب غدا على أنه ظرف زمان، وتنصب عندك على أنه ظرف مكان فقط. وإنما تنصب ظننت وأخواتها المفعولين إذا تقدمت عليهما، وإنما تنصب ظننت وأخواتها المفعولين إذا تقدمت عليهما. يعني ظن جاءت إيه قبل المفعولين. طيب، فإن وقعت متوسطة، لو جاءت ظن بين المفعولين، متوسطة بين المفعولين، كقولك زيدا ظننت منطلقا،
تلاحظون أصل الجملة ظننت زيدا منطلقا، وبعدين جبنا المفعول الايه الأول وقدمناه على ظن، فقلت زيدا ظننت منطلقا. أو متأخرة عنهما، يعني جبنا المفعولين أولا وبعدين ظن والفاعل، كقولك زيد منطلق ظننت. قال جاز نصب الاسمين، جاز نصب الاسمين ورفعهما، إلا أن رفعهما إذا تأخرت ظننت أحسن وأجود. فيقول هنا يعني في حالة ما إذا تقدم أحد المفعولين على ظن، أو تقدم المفعولان جميعا على ظن، فيجوز في هذه الحالة أن ترفعهما، فتقول مثلا إيه زيد ظننت منطلق، أو زيدا ظننت منطلقا. ويجوز أن تقول زيدا منطلقا ظننت وزيد منطلق ظننت، فيجوز يعني في حالة تقديم أحد مفعولي ظن عليها أو تقديم المفعولين عليها يجوز رفعهما ويجوز نصبهما، لكن يقول إذا تأخرت ظننت فالرفع أحسن وأجود، يعني قولك زيد منطلق ظننت أحسن من قولك زيدا منطلقا ظننت. ثم اعلم أن رأيت تنصب المفعولين، احنا عندنا من ايه من أفعال العلم واليقين، عندنا من أفعال اليقين اللي هي ايه اللي هو الفعل رأيت، عندنا ثلاثة أفعال وجدت وإيه ورأيت وعلمت، صحيح وجدت ورأيت وعلمت، هذه يقال لها أفعال اليقين أو أفعال العلم. نعم وجدت ورأيت وعلمت. فبخصوص الفعل رأيت، فالفعل رأيت له استعمالات متعددة، له استعمالات متعددة، فالحالة التي ينصب فيها الفعل رأيت ينصب فيها مفعولين إذا كانت بمعنى علمت، فقل رأيت تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى علمت، وهو العلم معناه اليقين، يعني العلم معناه اليقين. فإن كانت بمعنى أبصرت، إذن عندما تجد مفعولين منصوبين لرأى فهنا معناها العلم، فأما إذا كانت بمعنى أبصرت كقولك رأيت الهلال، يعني هنا رأيت بمعنى إيه أبصرت، أو بمعنى اعتقدت كقولك رأيت رأي أبي حنيفة، رأيت رأي أبي حنيفة، فهنا هنا بمعنى إيه بمعنى اعتقدت. كذلك مثلا تقول مثلا رأى أبو حنيفة حل كذا وحرمة كذا، فهذا إيه رأى بمعنى اعتقد. أو كانت بمعنى رأيت زيدا أي ضربت رئته، من استعمالات يعني رأيت زيدا يعني ضربت رئته، فتقول رأيت زيدا أي ضربت رئته، فإنها تتعدى إلى مفعول واحد. فإن وجدت بعدها اسمين منصوبين وهي بمعنى أبصرت، يقول لك هنا إشكال، يعني أحيانا تأتي رأى البصرية اللي هي بمعنى أبصرت ويأتي بعدها مفعولان منصوبان، أو يعني يأتي بعدها اسمان منصوبان، فقال إذا رأيت اسمين منصوبين بعد رأى البصرية فالأول منصوب على المفعولية، الأول هو مفعول به والثاني منصوب على الحال، الثاني يكون حالا لا يكون إيه مفعولا ثانيا، كقولك رأيت الأمير جالسا، هنا رأيت الأمير جالسا يعني إذا لم تقصد إيه يعني علمت، وإنما قصدت رأيت يعني ببصري، يعني هو ذهب إلى مجلس الأمير ورأى بعينه الأمير جالسا فخرج يقول إيه رأيت الأمير جالسا، يبقى هنا الإعراب رأى فعل ماض والتاء فاعل والأمير مفعول به بس واحد فقط، وجالسا حال منصوبة. طيب قال وكذلك علمت، هناك شرط أيضا في الفعل علمت، إنما تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى أيقنت،
فإن كانت بمعنى عرفت نصبت مفعولا واحدا، كقوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذا الفعل علم أحيانا يأتي بمعنى عرف وأحيانا يأتي بمعنى أيقن، فإذا جاء بمعنى أيقن نصب المفعولين، وإذا جاء بمعنى عرف نصب مفعولا واحدا. وهذا جواب على السؤال يعني الذي سأله أخونا الكريم الشيخ أحمد في الدرس الماضي عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فهو هنا يعني جعل علم يعني أصلها من علم بمعنى عرف، فهي كانت في الأصل إيه ناصبة مفعولا واحدا، فلما يعني ضعفت التضعيف هذا من إيه من أساليب التعدية يعني، فالتضعيف الفعل يعني تشديده إذا كان لازما نصب مفعولا، وإذا كان ينصب مفعولا نصب مفعولين، وإذا كان ينصب مفعولين ينصب ثلاثة، فهنا إيه هي أصلها كان يعني علم بمعنى عرف ينصب مفعولا واحدا، فلما تعدى نصب مفعولين، يبقى وعلم آدم يعني علم أي الله تعالى، الفاعل وضمير مستتر يعود على الله تعالى، وآدم يبقى المفعول الأول، الأسماء المفعول الثاني، كلها توكيد معنوي يعني ليست مفعولا ثالثا، هي توكيد معنوي يعني زي ما ذكرنا. طيب فيقول وهكذا وجدت تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى أيقنت، كقولك وجدت السعر رخيصا، وجدت السعر رخيصا يعني أيقنت ذلك وعلمته، فإن كانت بمعنى صادفت نصبت مفعولا واحدا، كقولك وجدت الضالة، وجدت الضالة يعني صادفتها، يعني وجدها هنا يعني عثر عليها، يعني عثر عليها الضالة للشيء الضائع يعني، فقال وجدت الضالة يعني صادفتها وعثرت عليها بهذا المعنى، فهنا ليست بمعنى أيقنت فتنصب مفعولا واحدا فقط، أما إذا كانت بمعنى أيقنت وجدت السعر رخيصا فتنصب مفعولين. نعم. من ناحية ظننت أن يخرج زيد، أن يخرج يعني هي هنا مش مرفوع عندكم في النسخ كلها، في كل النسخ مرفوع صحيح؟ نعم. فهي بتكون يعني أن اللي هي بعدها الفعل مرفوع تكون يعني تفسيرية يعني كان سمى تفسيرية يعني. الله يحفظك. شيخ بالنسبة للأفعال التي تنصب مفعولين هي لا تقتصر على أفعال الشك واليقين. نعم نعم هناك أفعال أخرى لكن هذه تتميز بأنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هناك أفعال الجعل والتصيير وهناك يعني أفعال أخرى. نعم. يعني جعلت الدقيقة خبزا مثلا أو وهكذا يعني. قال نعم. فقط على النقطة أن مرفوعة فعل مضارع مرفوع بعد أن فيما نعلم إذا سبق الفعل. نعم في أن من نواصب المضارع. أيوة. أيوة. صحيح نعم هو كذلك نعم أحسنتم نعم يسمون في أبواب التعليق وأبواب نعم. أيوة. لا أن سيكون أيوة علم أن سيكون منكم. قال باب اسم الفاعل المنون، باب اسم الفاعل المنون. جزاكم الله. قال وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيفان أو مثل. نعم بدل لا خليه أحسن مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه أحسن.
طيب قال اعلم ان العرب شبهت اسم الفاعل بالفعل المضارع المشتق منه لاتفاقهما في عدة الحروف وفي هيئة الحركة والسكون. احنا عندنا اسم الفاعل الذي يعني يدل على من قام بالفعل، يعني يعني هو نوع من انواع المشتقات، فيأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، من الفعل الثلاثي على وزن فاعل مثل ايه؟ ضارب، من ضرب ضارب، ومن زرع زارع، ومن كتب كاتب، وهكذا. ويأتي من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يعني زي مثلا أخرج هذا رباعي، فتقول المضارع يخرج وبعدين تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فهذا إيه؟ يكون اسم الفاعل مخرج، انطلق، اسم الفاعل منطلق، وهكذا. فهنا يقول اسم الفاعل شبه بالفعل المضارع المشتق منه لاتفاقهما في عدة الحروف وفي هيئة الحركة والسكون. يعني عدد حروف اسم الفاعل تجد أنه مثل عدد حروف الفعل المضارع، وترتيب الحركات والسكنات يعني والسواكن المتحركات والسواكن كترتيبها في الفعل المضارع. ألا ترى أن قولك ضارب يضاهي قولك يضرب؟ يعني ما تشوف إيه؟ ضارب كم حرفا؟ 4، يضرب 4. وبعدين لما عندما تنظر إلى الترتيب، يعني كأنه في يعني في العروض مثلا، في الوزن العرودي، ضارب حركة سكون حركة حركة، يعني يعني لا، التنوين هذا بعدين يعني يأتي بعدين، بس بدون التنوين يعني عندك إيه؟ الضاد حركة والألف سكون، وبعدين الراء حركة والباء حركة. لا يعني الأصل في الكلمة أنها متحركة، يعني السكون هذا بيجي اللي هو النون الساكنة بعدين، يعني لما تقول ضارب الباء بتكون حركة، يعني الباء بتكون حركة، والسكون هذا اللي هو النون الساكنة التي بعد الباء، يعني لكن الباء بتكون متحركة. فيضاهي قولك يضرب، يعني يضرب، فالياء حركة وبعدين الضاد سكون وبعدين الراء حركة والباء حركة، فيعني حركة سكون حركتان يعني. فتجد ايه؟ انه حصل تشابه بين اسم الفاعل والفعل المضارع في عدد الحروف وفي هيئة الحركة والسكون، في كون كل واحد منهما على 4 احرف ثانيهما ساكن وما عداه متحرك. يوجد هذا ايه؟ توضيح له. فلما اشتبه من هذا الوجه اعرب الفعل المضارع من بين انواع الافعال، واعمل اسم الفاعل كما يعمل الفعل المضارع. يعني قال لما كان هناك تشابه بين هذا النوع من الاسماء اللي هو اسم الفاعل وهذا النوع من الافعال الذي هو الفعل المضارع، فقال ان اسم الفاعل هنا عومل معاملة الفعل، فصار يعمل عمل الفعل. والفعل المضارع لما أشبه الاسم فأصبح إيه؟ يعني معربا، مع أن الأصل في الأفعال البناء، يعني ده الفعل الماضي مبني والفعل الأمر مبني، والفعل المضارع يعني هو إيه؟ معرب لأنه أشبه الاسم، طبعا باستثناء إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة يبنى، ما عدا ذلك الفعل المضارع يعرب لكونه أشبه الاسم. فقال وأعمل اسم الفاعل كما يعمل الفعل المضارع، إلا أن من شروط عمله، هناك شروط لعمل اسم الفاعل، من شروط عمله أن يكون للحال أو الاستقبال، أن يكون للحال أو الاستقبال، كقولك هذا مقيم الصلاة الساعة وضارب زيدا غدا. فهنا نلاحظ أنه يعني عندنا قرينة إيه؟ تدل على أنه أراد الحال أو أراد الاستقبال، لما قال هذا مقيم الصلاة الساعة، الساعة قرينة تدل على الحال، وضارب زيدا غدا هذه تدل على الاستقبال، فتنصب الصلاة وزيدا. إذن إيه؟ هذا مقيم الصلاة، نقول الصلاة مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتح،
وضارب زيدا غدا نقول زيدا مفعول به لاسم الفاعل، مثل ما أن الفعل يعني له مفعول به منصوب، فاسم الفاعل كذلك له مفعول به منصوب. كما تنصبهما لو قلت هذا يقيم الصلاة ويضرب زيدا. قال ومن شرط عمله أيضا، هناك شروط يعني أخرى أيضا لعمل اسم الفاعل، احنا ذكرنا الشرط الأول أن يدل على الحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يكون معتمدا على آلة الاستفهام. هو قال إيه؟ يكون معتمدا على آلة الاستفهام، وسيذكر أو على مبتدأ أو على موصوف أو على صاحب الحال، يعني واحد من هذه الإيه؟ الأربعة. أن يكون معتمدا يعني أن يكون مسبوقا إما بأداة استفهام، وإما أن يكون مسبوقا بمبتدأ، وإما أن يكون مسبوقا بموصوف ويكون هو يعني وصف صفة له، أو يكون مسبوقا بصاحب الحال ويكون هو الإيه؟ اسم الفاعل يكون هو الحال يعني، ومسبوقا بإيه؟ بصاحب الحال. طيب هنا الأمثلة، قال كقولك أقائم زيد، هنا اعتمد على اسم على أداة الاستفهام اللي هو الاستفهام هنا حرف اللي هو الهمزة، حرف مبني يدل على الاستفهام. أقائم زيد فترفع زيد بقائم، كما لو قلت أيقوم زيد، يبقى زيد هنا فاعل لاسم الفاعل، يبقى كما أن الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، فهنا زيد فاعل لاسم الفاعل. نعم، أقائم زيد كما لو قلت أيقوم زيد، وهنا يلاحظ يعني أن الفاعل فاعل اسم الفاعل أغنى عن الخبر أو سد ما سد الخبر. يعني في الإعراب لما تيجي تقول أقائم زيد ولا الهمزة حرف استفهام، طيب قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد فاعل لاسم الفاعل سد ما سد الخبر، يقول سد ما سد الخبر أو أغنى عن الخبر، الفاعل أغنى عنه. أو يكون معتمدا على مبتدأ، أو يكون معتمدا على مبتدأ، معتمدا على مبتدأ يعني يكون هو اسم الفاعل خبرا لمبتدأ قبله، كقولك زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، هذا يشبه الإيه؟ المثال الذي ذكره زيد مستو أبوه، ماشي؟ فزيد قائم أبوه، وزيد ضارب عمرا، وزيد ضارب عمرا. تلاحظون في الأبيات، لو نرجع للأبيات مرة أخرى، يقول فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال، يعني كما أن اسم يعني اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فكما أن الفعل اللازم يرفع فاعلا، فاسم الفاعل من الفعل اللازم أيضا يرفع فاعلا، وكما أن الفعل المتعدي يعني يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فكذلك اسم الفاعل من الفعل المتعدي فهو كذلك أيضا إيه؟ يعني ينصب مفعولا. فضيلة الشيخ، نعم، بالنسبة لأقائم زيد، نعم، لا نستطيع أن نعرب زيد الخبر على كل حال؟ لا نقول يعني فاعل سد ما سد الخبر، يعني زي ما في الألفية قال إيه؟ وفاعل نغنى في أسار ذاني، أسار ذاني، نعم، فالفاعل أغنى يعني أغنى عن الخبر يعني أو سد ما سد الخبر. فهنا يقول وزيد ضارب عمرا، أو يكون معتمدا على موصوف، يبقى هنا الأول في إعراب يعني زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ وقائم خبر وأبو فاعل، لأن الفعل قام، هذا من الأفعال اللازمة صحيح، يعني قام زيد، فهنا أبوه فاعل لاسم الفاعل، لكن بالنسبة للفعل ضارب هذا مما يعني يتعدى، ضرب زيد عمرا فهذا فعل متعد،
فتقول زيد مبتدأ وضارب خبر، وبعدين يعني فاعل اسم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، وعمرا مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل، فيعني ضارب عمل عمل الفعل ضرب، يعني رفع فاعلا وهو ضمير مستتر، ونصب مفعولا وهو عمرا. أما قائم فعمل عمل الفعل اللازم قام فقط، إيه رفع فاعلا فقط. أو يكون معتمدا على موصوف كقولك هذا رجل طالب علما، أو معتمدا على ذي حال كقولك هذا زيد ضاربا عمرا وجاء الأمير راكبا فرسا. طيب هنا يقول يعني اسم الفاعل إما أن يكون يعني إما أن يكون صفة لموصوف قبله، وإما أن يكون حالا لصاحب حال قبله. إن كان اسم الفاعل إن كان إعرابه صفة أو نعتا فنقول اعتمد على الموصوف، الموصوف اللي هو يأتي قبل الصفة، وإن كان حالا فنقول اعتمد على صاحب الحال. تلاحظون أن يعني أن الصفة توافق الموصوف في التعريف والتنكير، يعني فيكون الموصوف والصفة معرفتان أو نكرة، يكونان إيه؟ يكونان معرفتين أو يكونان نكرتين. فإذا قلت جاء رجل طالب علما، وجاء الرجل الطالب العلمي مثلا، لما قلت جاء الرجل الطالب وجاء رجل طالب، في الحالتين هنا رجل طالب والرجل الطالب، فلما اتحد في التعريف والتنكير يبقى طالب نعربها ايه؟ نعتا. لما اذا اتحد في التعريف والتنكير اتحد في التعريف والتنكير يبقى يعني يكون ايه؟ نعتا او صفة. اما اذا كان يعني اذا قلت جاء الرجل طالبا، جاء الرجل طالبا، فهنا طالبا تكون حالا لان الحال تكون نكرة وصاحبها معرفة، يعني الحال يشترط فيها التنكير ويشترط في صاحبها ايه؟ ان يكون معرفة. فعندما يعني تجد الأول معرفة والثاني نكرة، وكذلك الحال تكون منصوبة دائما بغض النظر إيه عن إعراب صاحبها، يعني تقول جاء الرجل راكبا ورأيت الرجل راكبا ومررت بالرجل راكبا، يبقى صاحب الحال سواء رفع أو نصب أو جر الحال تكون منصوبة، وصاحب الحال يكون معرفة والحال تكون نكرة. أما الصفة فإنها تتبع الموصوف في الإعراب، فتقول جاء رجل راكب، رأيت رجلا راكبا، مررت برجل راكب، فتتبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير، أو جاء الرجل الراكب، رأيت الرجل الراكب، مررت بالرجل الراكب، فيتبعه في التعريف والتنكير ويتبعه في الإعراب، فهذه علامة على أنه نعت. فهنا يقول يعني اسم الفاعل أحيانا يكون نعتا وقبله منعوت، فيكون معتمدا على الموصوف فيعمل عمل الفعل، وأحيانا يكون حالا فيكون معتمدا على صاحب الحال فيعمل عمل الفعل. قال وإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، يبقى انتهينا من الإيه؟ من الشروط. يبقى الشروط أنه يدل على الحال أو الاستقبال، يشترط لعمل اسم الفاعل عمل الفعل أن يدل على الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا على أداة الاستفهام أو على المبتدأ أو على الموصوف أو على صاحب الحال، واحد من هذه الأربعة. وإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يعمل عمل الفعل. أما إذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي لا على الحال ولا على الاستقبال، وإنما ماذا بقي من الأزمان؟ هي الأزمان ثلاثة، حال واستقبال وماضي، الزمن الماضي والحال اللي هو الزمن الحاضر، والاستقبال الزمن الآتي يعني الجاي.
فهو إذا دل على الحال أو دل على الاستقبال عمل. طيب إذا دل على الماضي يبقى إذن إيه؟ لا يعمل. قال بل يجر ما بعده يكون مضافا وما بعده مضاف إليه. طيب قال فتقول هذا ضارب زيد أمسي. طيب هذا مبتدأ ضارب خبر وبعدين زيد مضاف إليه يعني ضارب مضاف وزيد مضاف إليه يبقى إيه جر ما بعده جر ما بعده بالإضافة. طبعا الإضافة يعني تنافي التنوين إذا أضفت معناها إيه لا تنون لا تنون. فتقول هذا ضارب زيد أمسي وأمسي هذا يعني أتى به ليدل على الزمن الماضي لما استعمل إيه ظرفا يدل على الزمن الماضي فإذا لا يعمل عمل الفعل هنا وإنما يكون مضافا. هذا ضارب زيد أمسي. قال وقد قرئ إن الله بالغ أمره بالتنوين والنصب وحذف التنوين والجر. ولهذا في القراءتين المتواترتين إن الله بالغ أمره وإن الله بالغ أمره. فإذا قلت بالغ أمره يبقى بالغ هنا يعني دلت على الحال أو الاستقبال فعملت عمل الفعل. فنقول يعني يكون إيه أمر مفعول به لاسم الفاعل. إذا قلت بالغ أمره يبقى أمر مفعول به لاسم الفاعل والهاء مضاف إليه. وأما على قراءة إن الله بالغ أمره يبقى بالغ هنا إيه بمعنى بلغ يعني تفيد إيه تدل على المضي فتكون يعني كأن المعنى إن الله بلغ أمره يعني فهنا يكون بالغ إيه مضاف وأمري مضاف إليه. قال ومتى أضيف اسم الفاعل وهو بمعنى الحال والاستقبال. بعدين هنا رجع إيه قال إن اسم الفاعل يمكن أن يضاف ويكون بمعنى الحال والاستقبال كانت الإضافة غير محضة. إذا أضيف اسم الفاعل وهو بمعنى الحال والاستقبال كانت الإضافة غير محضة وجاز أن توصف بها النكرة. يعني الأصل أن الإيه أن المضاف يعرف بالإضافة المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة فهو إيه فهو معرفة. هذا هو الأصل أن المضاف إلى المعرفة يكون معرفة. وبالتالي إذا يعني أردت أن تستعمله صفة أو نعتا تحتاج إلى إيه أن يكون المنعوت معرفة لأن الصفة توافق المنعوت في التعريف والتنكير. لكن قال إن الإضافة غير المحضة هي الإضافة التي يعني لا تفيد التعريف وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. فيقول هو يعني في هذه الصورة هو يكون يعني دلا على الحال والاستقبال يعني ما بعده هو عبارة عن مفعول به في الأصل لكنه أضيف إلى مفعوله. فلما أضيف إلى مفعوله كانت هذه الإضافة غير محضة فجاز أن يوصف بها النكرة كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة. يعني هنا إيه ستجد إشكالا يعني هديا نكرة صحيح وبعدين قال بالغ الكعبة. طب الكعبة معرف بأل والمضاف إلى المعرفة معرفة. وإحنا ذكرنا قبل قليل كنا لسه نقول إيه إن الصفة إذا كانت نكرة يبقى الموصوف نكرة. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ الموصوف نكرة والصفة بالغ الكعبة هديا نكرة وبعدين قال بالغ الكعبة إنه مضاف إلى معرفة. فقال لأن الإضافة هنا غير محضة فلا تفيد التعريف. قال والمعنى والتقدير هديا بالغا الكعبة. يبقى المعنى والتقدير هديا بالغا الكعبة
فلأجل ذلك إيه فالتنوين فيه مقدر وإن حذف، يعني رغم أن التنوين هنا غير مذكور لكن يقدر، فنقدر يعني هنا نقول إنه دل على الحال والاستقبال رغم أنه يعني مضاف، فيكون التنوين مقدرا. واستدللنا على أنه دل على الحال والاستقبال لأنه إيه يعني وصف به نكرة، فدل على أنه نكرة لم يستفد التعريف. مثال آخر قال: وكقوله سبحانه وتعالى عارض ممطرنا. هنا نا ضمير، والضمائر من المعارف، وممطر اسم فاعل، صحيح؟ ممطر اسم فاعل، أمطر يمطر اسم الفاعل من أمطر يمطر، إيه؟ ممطر بضم بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر. نعم. فهو هنا يعني عارض نكرة، وبعدين يعني ممطر أضيف إلى ناء، وناء معرفة، والأصل أن المضاف إلى المعرفة يتعرف، لكن هنا ممطر لأنها اسم فاعل فأضيف إلى ناء، ومع ذلك لم يعني يستفد التعريف لأن الإضافة غير محضة، يعني الإضافة هنا غير محضة، فيكون يعني يجوز أن يوصف به النكرة. يعني واضح؟ حب نقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.